نعم. التالي: ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا. نعم، القسام. من هو القسام الذي ذكره هنا ابن سيرين؟ من هو القسام؟ يقسم الأموال في بيت مال المسلمين. نعم، بيت مال المسلمين، هذا بيت وغرفة كبيرة جدا ومكان متسع، فيقبل أن يكون فيه النقد، ويقبل أن يكون فيه الخضروات والفواكه والطعام والشراب، إيش ما يخطر في ذلك، يعني زي مستودعات في زماننا. فهذه المستودعات تحتاج إلى شخص يقوم بتوزيع هذه الصدقات على الفقراء والمساكين، فهذا يسمى القسام. إذن القسام هو الذي يتولى قسمة وتوزيع مال الموجود في بيت مال المسلمين، سواء كان من الزكاة أو من الصدقات. فهل هذا يأخذ لنفسه شيئا؟ مع أن الله عز وجل يقول: والعاملين عليها. ومع ذلك العلماء قالوا: إن كنت محتاجا فخذ، وإن لم تكن فلا تأخذ، حتى تبقى أنت تعمل لدين الله ولا تتكسب بالدين. لا يجوز التكسب بالدين. نحن ننفق في سبيل الله، لا أن الدين من خلاله نحصل المال، مرفوض مرفوض. ولذا سمعت واحدهم يقول: يا شيخ، فيما بتعرف واحد يفرغني وينفق علي؟ لا يا أخي، لا تريد أنت النفقة، بل تكسب وابحث أن تنفق أنت في سبيل الله. هكذا هو حال العلماء السابقين. فهذا القسام لم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا، لا حرج. لما؟ لأنه حبس وقته وفرغ حاله وبذل جهده وبدأ يفرغ ويوزع. وحتى في زمن علي بن أبي طالب ماذا حصل؟ كنس بيت مال المسلمين. إيش يعني كنس؟ يعني ما ظل فيه شيء، كنسه في التعبير العامي، كنس بيت مال المسلمين، ما أبقى شيئا إلا ووزعه على الفقراء والمساكين والمحتاجين. ومن العجيب في هذا الزمان أن بعض لجان الزكاة تقول: عندنا مال من السنة الماضية لغاية الآن لم نوزعه. اتقوا الله، اتقوا الله. قال: لا، احنا أمناء، احنا لا نقول أنكم لصوص، لا، لكنكم لا تحسنون الإدارة، لا تحسنون الإدارة. طوال السنة لم تعرفوا كيف تندلوا على الفقراء والمساكين والمحتاجين، فهذه إدارة فاشلة عندكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن يزيد الرشاك عن القاسم الرشاك الرشك 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 قال قتادة في وقال قتادة: وقال ابن سيرين: إن لم يكن خبيثا فلا أدري ما هو. نعم، هنا يقول خبيثا، بينما هنا قال لا حرج. إذن حتى ابن سيرين كان الرواية التي وقفنا عليها أنه قال أن هذا المال خبيث، أن هذا المال خبيث، بينما الإمام البخاري عزى له أنه لا بأس. فربما تكون عنه روايتان، أو يقال بحسب حال الشخص، فإن كان محتاجا فلا بأس، وإن لم يكن محتاجا فهو مال خبيث.